السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة جديدة لطهو الدجاج، وهذه الوصفة بسيطة وسهلة جدا جدا. وهذا الدجاج غادي نطيبه، مكون موجود في كل بيت. هاد الوصفة نحتاجو دجاج، كما راكم تشوفو انا خديت هنا فخاد الدجاج قطعتهم ونقيتهم. المكون اللي قلت لكم عليه هو الحليب، وهنا عندي فلفل كحل والملح، هذا اللي نسحقو. هنا خديت الطاجين درته فوق الغاز، نحطو فيه الدجاج ونزيدو عليه الحليب. حليب هنا الكمية على حساب الدجاج اللي عندك. بعد نزيدو الملح وفلفل كحل، هذو هما المقادير اللي نسحقوهم: دجاج، حليب، ملح وفلفل كحل. نخلوهم يطيبوا على نار هادية حتى اللي ينشف كاع الحليب. هنا نسحقو باش نرمدو داك الدجاج بعد ما يطيب. هنا عندي زوج بيضات درت عليهم زوج مغارف حليب وخلطتهم. وهنا عندي الفارينة لا شابلور الجلجلان، نزيدو عليهم شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه فلفل احمر. خلطهم تاني هما كامل. هنا بعد ما طاب الدجاج راني قلعته وخليته يبرد شويه، دركا نبداو عمليه الترماد. ندير نغطسو خد الدجاج في البيض ونزيدو فيه هذيك الخلطه تاع الفرينه ولا شابلور والجلجلان. هنا الجلجلان يعطي نكهة إضافية وقرمشة وطعم هائل. وهنا بعد ما كملت كاع الترماد تاع الأفخاد تاع الدجاج، كنت محمية الزيت ونبدو في عملية القلي. نحمروهم على جهتين وهذا هو الدجاج تاعنا، راه واجد بعد ما حمرته كامل. هذا هو الشكل النهائي تاعهم. وصفة بسيطة سهلة بنينة، ان شاء الله تجربوها، شهية طيبة.